بسم الله وكفى، سلام الله عليكم. اخيار دكبد قرعت ايي مانت سارنت هي عودك ادغيستين ومدحويني حسن شيخ محمود او كهدلاي فريتانكي دكبد قرعت حسن مركي دكبداسي لفرايي مدو دلبدي و خو يري هلغو شرفو مدحويني بنت مدحويني قرن كان هي يعني دكبدان مركا لفرايي مدو توكتماي سانان أنولين سانان إذا كسوت تبينيني وحلو جيري أوكي جرعت واتجيسا أنا جانا نوم إيمانيس جرو وطن أوتوجي ويري كلية إن أن ترانسيت كمر على إيو جرادة جرو جبوتي أنا شري السجالها دكدة جرعت دات شعبة برايفت حلو ده إسكت درس ضي أيا فرتي وأنا هرمر لجاري سجالها ما أنتنا هانت دور كيسو صوت هوري قتالي أوريا هنجري حولي هاي دكدة جرعت وهانت قرن كلي هاي قرن كل جو شيء جاينا وقرن كهبر قدر قرن كلام مجري إلا مركب ما إسقابتا حسن بلوين كهر أما سنة كهر وحيري دكدة جرعت ضد جناح ستاء شعب صوماليين لقالة اسكو درسادي ايا دستيو يري ما انتنا اسلد حكومة ديسي وحي لا دهي دكدة قراعد واهنتي قرن حريه قال كعيكو يالي الملتري قال ايبيي وقويه قال كعيو ايا لقو داري لباتن مليين واهنتي قوت ولا ودلي وان قرن كصوماليات ومامولاه ما هتسلد وانو مامولاه مركاني صومالي سؤال بان ويدين ايا حسن شلي اساقا افكي اسكيري وردك داسي شعب با اسكالي او بستي او مال قشدي ناو هدنا وحولي هاي مايا دك داسي شعب اسكمالي وحنتي قرن ولا ودلي قرموس حيني مرك سؤال شاسان ويدين ايا بوينتي قاسي مركان اسدلتاق انكو سمايو ولقى قردري هاي مچارتين دارود ولا لقى قردري هاي سومالية لا ظلمك يا قردر هذا ما في عنا وحي قلدن قلد وايدا وان دقينا دلك وهرمر وقارية انت النقدي من وين تاس ولا لقى قلدن يحي مالين بقى لقى قلدن يحي هبين بقى لقى قلدن يحي وظلمية دي صدن كسنة عن سوق جيسنيني سومالي دو ايلد دقي ويدي دباتدان دبادة ديراتي وحان اوكلا صوري دقال هذا سكيه وحان اوكلا صوري مدة كله وردت كان إيوه وحمد لسان كران مياه أرت سيدة ده ولا لها هوي إيوه وحمد لسان كران مياه سلام إيوه وحلا بستيل مور ربا ورد كده ده هبيم حيو لسان وعي جرع عد مركي لب الله باي ضر هذا يا حي ساسان أتاجني حيو لسان وعي ده كده ده بوساسو مركي قبطو أي دعدي دكد بوصاصة مركز لقاش قيسين اي حمرنا عرضي قدنا اي دكد فرحة جوغي الباب بدأ اللي سيقول نفتر هاي اذيك وحمقة بسكرتان مياه ولا ليالو هويو هويو سؤال عن سوي ديني ما انت قرن كين انا جاي متلني بعد هذين اذيك وحمقة بسكرتان مياه معني السبح كون يشم بقول او تقنكا ايه قلمودو قنوطة الله صادق جون مركو درات كفا انت معي وادو سعبين يسين يعني قرع عضان قبصان اينا ما يحي وجدد ما انت عصا وردد او وحبق قبصان كرين ولي قامار تادي وحد بس ربا وحمد السنة ايان وحي اللي استير ربا ما يلقر عضان كسوق هذا الدولة دي فرماجة كور حمر ودن حرما ويددون سنايين حسن أصومري شيخ شريف أصومري عبد القاسم أصومري عبد الله يوسف أورونا عبد القاسم أم مدحتويد اللي ودي ديبو مدحتويد دولة دقي فرما جاي مادي حرمي أو لن أوديسي وحي النقطة ميل قرب جوكتي حتى يوصل النقطة حدا نواك ويد منايين أذنك وحمد سنكرتان مياول على يالو في الذي أرد سنة لدين ديبي
وأكا أبيحيا قلالي هذا نمد دانا كو أنفع ويدي بيدا ما تكتي مد دان مد لمد آه مدح تويدا مد لمد ما بأركنا ده تي فيلا صومالي فرماجة نسالة يا بنا يدين أو جيل مركو يما دي ميشان ما وايت هاوس كا واشنطن ميا ودهي داد كي ودا مقلين بيدا ما تكتي واكو وراء رادي دي واين داد دالان داري مركا واحد ربعنا ويديو أذنكو حمد دي سنكرتان ميا ما قب سكرتان ميا وح لقب صدي وح لبستي بس ما ربطان وي كو قبصة كو قدي ميدي دي صدن صنو آد كسو عيشتين ولا لاها ويو مشاقين دون تا حد مركا ديقل إيه مريف لكو قبصة كو قدي ميدي ما كشاقين دون تا سؤال واي داروت لما متشيرتين كو قبصة كو قدي ميدي ما كشاقين دون تا سؤال هو سؤال حسن ويدينينا مركا حسن شيخ محمود لما حد لي كرم مركو لها وحو سميه اوغيا هذا الذي سايس بروناي الهي بان دي كوداريناي اسغا وحو يري حفلتنا ان كقيب غلو هل اي اوغرادو دكدان شعبا دستي افكي سو كلي وار دي كو خيلين دونا ميشاس هدانا هانتي دوريسي وحو ليهي او 97 اي 7 دي سو غلاي حمر دكدا غرعد ولا ودليه marka alif wax buu leeyahay wax male wala xasan sheekh maxamud aan dhageysano in dekadan la dhiso oo lagu dhiso wareeba xoog iyo xoolo iyo aqli dad baraabida ay leeyihiin oo dawladda tilan maada ka gaartay inta maxuu ayadu door ka qaadan karta ka qaadatay aad iyo aad ayay runtii waxay u tahay wax dhiirigelin la dawladaha kale ee xubnaha ka dawladda fayay xasan maxuu yiri waa barti garacad markii xariga laga jaray dekadan waxaa dhistay buuray dad shacab ah dawladda Puntland caawinta macnahe maaday ka gaadhay abaabulkay dadka abaabushay yiri waaye sidaasi markay tahay hanti dhowriina muxuu leeyahay hanti dhowri muxuu leeyahay hanti dhowrki muxuu leeyahay bal aan dhageysano hanti dhowraha waxa uu leeyahay isagana waa dhageysanayna xasan sheekh saan uu yiri hanti dhowrkan iskama imaanin meesha moogto xasan isagaa magacowday isagaana meesha keenay isagana wuxuu leeyahay maarkayse macnihii waa hanti dad guud midda kale gaalkacyo boosaska ku yaala 20 milyan oo dollar la siiyay baa la yiri 20 milyan oo dollar gaalkacyo ma gaaraa booskeeda su'aalaha ku yidina shir jaraa'id oo xafiiskiisa maanta ku qabtay hanti dhowrka guud ee qaranka Axmed Ciise Guutaale ayaa waxa uu faahfaahin kaga bixiyay arrimo la xiriira la xisaabtanka shirkadaha jaanibta iyo ka warqabka hantida dawladda ay ku maqan tahay hay'adaha iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay ee ka howlgala guud ahaan dalka sidoo kale hanti dhowraha ayaa ka hadlay hagaajinta maamulka ahaa 15 hay'adood ay ka maqan yihiin gacanta iyo maamulka hay'adaha dawladda ayna ku jiraan gacanta shirkado ururo iyo shakhsiyaad caadi ah si hadaba looga baaqsado halis iyo qatar ku timaada dakhliga dawladda heshiisyada dheefwadaaga wadani iyo caalami canshuuraha ganaaxyada iyo kirooyinka iyo guud ahaan hantida qaranka loogana fogaado si xun u maamulidda bixinta heshiisyada adeega dawladda xafiiska hantidowrka guud ee qaranku waxa uu farayaa dhammaan dhammaan hay'adaha dawladda federaalka oo ka kooban 69 hay'adood oo ku jira qoondada miisaaniyadda ee uu ansixiyay baarlamaanka federaalku sidan soo socota kow hay'ad kasta oo ka mid ah hay'adaha dawladdu waa inay hubiso in shirkadaha iyo hay'adaha gaarka loo leeyahay iyo shakhsiyaadka caadiga ah ee haya hanti dawladdu leedahay oo xiriir la leh dawladda inay heshiis rasmi ah kula jiraan shirkadahaasi hay'adda asal ahaan dawladda wakiilka uga ah adeeggaas guud ama hantida labo shirkadaha ururada gaarka loo leeyahay siyaadka caadiga ah ee maamula ama gacanta ku leedahay ama adeeg ay dawladdiisa mas-uul ka tahay ama ay ku leedahay korjoogteyn sida adeegyada waxbarashada
maadiga iyo diiniga la ka biyaha safarka dalxiiska adeegyada iyo dhaqaalaha dhoofinta soo shirkadaha ka bixiya adeegyada isgaarsiinta iyo fanka iyo suugaanta dhaqanka xiriirka caalamiga ah cilmi-baarista ururada xafiisyada sharciga dhammaan shirkadaha iyo ururada iyo shaqsiyaadka ka ganacsada maamula ama ku lugta leh adeegyadaas waa inay dowladda iskula jiraan heshiis rasmi ah oo iyo maamulidda adeegyadaas islamarkaana hay-adda kutayn nidaamsan waana in heshiisyadaasi ka diiwaan gashan yihiin ama laga diiwaangeliyo xafiiska hantida guud dekedda garacad maamulka Puntland ama in la iibiyay iyo sidoo kale dakhliga ka soo xarooda ogtahay dawladda uu ku jiro dhowrka guud ee qaranka ma sheegin iyo shisheeyaha waa ya haddii dhowrka qaranka wuxuu yiri Puntland yahay dekedeed madaxweynihii Soomaaliya yiri meesha la yiraahdo garacad shacab gashaday marka goormuu saxan yahay Xasan Sheekh Maxamuud ma hadduu saxan yahay mise shalayuu saxnaa marka isku soo wada duub ma arkayse walaalayaal horta taasi Soomaali baan u dirayaa ugu dambeyntii dekan warkeedu waa cad yahay horena waa uga hadalnay geed iyo yuraanta waxaan odhan way islaahiin marka ku qabsa ku qadimaydid waaye villa Soomaaliya ayaa noqonaynaa in villa Soomaaliya hadda xilwareejintii waa cadday asimaa madaxtooyada Soomaaliya xilwareejintiisi waa ay dhacday senator Xuseen Sheekh Maxamuud agaasimihii hore ee madaxtooyada Soomaaliya ninkii digil iyo marifle qowmiyadda Maayland madaxtooyadu joogaa xilku waa uu ku wareejiyey ninkii sheekaaleed agaasimaha cusub ee madaxtooyada cabdixakiin laakiin sheekaa dhex martay sheekada dhex martay waxaa weeye cabdixakiin wuxuu yiri xuseenow ninkan dagaal baan kula jiraa ninka lugeeya iyo warbaahin kale marka inaan meel saaraan rabaa ogow buu yiri ninkan marka xuseen wuxuu yiri saaraysid annaga hortaa ayaan ka noognaye hortaa hor alle macalinka hadaa villada ka saari kartid soo adigu sima ma tiid hadda ka qabsad hadda shaqo uga qabsad hortaa hadaaba ka saari kartid ninkaas villa Soomaali hadday fadhiyaaniya aan sheegayo waxa uu xaq agaasi subna wuxuu yiri Cabdixakiin lan ku qaaday oo sida u gelaya macallinka lugeeya inaan villa Soomaali ka saaro ayaa ballan ah Abshir Buqayna wuxuu yiri hadday fadhiyaan ma ahan mar hore hadda naaw Abshir Buqayna wuxuu yiri haddii aad macallinka lugeeya ka saaraysid villa Soomaaliya dagaalkaas annaga ma kugula jirno Cabdixakiinow agaasimi cusub ma tahay adiga kaliya wuxuu yiri shaqadaas qabso shaqadaasi aad u qabsoon yiri annaga kuma jirno marka Cabdixakiin waxaan ku leeyahay horta hadda adiga Xuseen Sheekh Maxamuud soo islama fadhidaan iyo ninka la yiraahdo Abshir Buqaari haade xilkii ma lagu wareejiyey nidar ma gashay ma dhaartay Cabdixakiinow dhaartaas ka bixin Cabdixakiinow sidaad u dhaartay baa noo ballana adaa noo dhaartay dhaarta adiga aad dhaartay baa noo dhaar ah aniga dhaar kale ma dhaaranayo dhaarta adiga aad dhaaratay ninkii shalay kuleetigiisii la jiijiidayay qarax markuu dhacay sheekaal xun baa tahay lalahaa qarax ma sheegi kartid mana ka hadli kadhid albaabka dambe ee madaxtooyada ma imaan ka dhid lalahaayo meeshaan habar gidir iyo aa ka talisa lalahaayo haddii aniga oo digil iyo mirifla ah villa Soomaaliya ay iga saari kadhid
أوريه صوماليات أه أو القشاش تمعني ماشي كوكين سطيء أه معني إسلاده هاي معني وحبات أقبان كده وحن كلية هاي دارت هذا نور دارة مسكباتاي عبد حكينو دارت هذا نور دارة عبد حكينو بريها كبحين صوماليه مرقاتك هذا أه.